السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعيني جميعا على قناة انفوتيك فور يو، وفيديو جديد فيديو مفيد إن شاء الله على قناتنا. الفترة الأخيرة احنا بنتكلم عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي لأن هي مهمة جدا، لأنها بتوفر وقت وبتوفر مجهود وفيها كرياتيفيتي، واحنا تناولنا أمثلة كتير جدا لهذه التطبيقات. النهاردة جاية أكلمكم عن تطبيق من تطبيقات مايكروسوفت، من تطبيقات الذكاء الاصطناعي اللي ممكن تستخدمها عشان تحصل على تصميمات، ممكن تعمل عليها كاستمايزيشن وتعمل عليها إيديت بمنتهى البساطة حسب انت عايز تاخد التصميم ده تحطه على انه منصة او تعمل بيه ايه. ده اللي هنشوفه النهاردة مع بعض بشكل بسيط. كل اللي انت محتاجه ان انت يكون لك اكاونت على مايكروسوفت، فاللي ما عندوش اكاونت على مايكروسوفت يروح يعمل اكاونت على مايكروسوفت ويخش على الرابط الموجود في الوصف اسفل الفيديو ويبتدي يطبق معانا الخطوات البسيطه اللي احنا هنطبقها في الدقائق القادمه على قناه انفوتيك فور يو. هنرجع لكم مره تانية علشان نشوف موقع النهارده مايكروسوفت ديزاينر او التطبيق زي ما تسموه باستخدام الذكاء الاصطناعي في عمل تصميمات مذهله. يلا بينا نشوف مع بعض. ورجعنا لكم مرة تانية لمايكروسوفت ديزاينر، هذا التطبيق الرائع من مايكروسوفت اللي بيتم استخدام الذكاء الاصطناعي فيه لعمل تصميمات حسب الحاجة اللي انت عايزها، حسب الغرض. هل انت عايز بوست على انستجرام، بوست على الفيسبوك، هيساعدك هذا التطبيق او هذه الأداة من مايكروسوفت على عمل ده. اول ما هتعمل ساين ان بأكاونت مايكروسوفت هتخش على الداشبورد اللي قدامك الخاصة بمايكروسوفت ديزاينر، وهنا بيقول لك describe the design you would like to create. انا من قبل علشان كنت شغال عليه فظهر الايدياز اللي قدامك دول. هقول له مثلا انا عايزة اعمل فيسبوك post to promote my free IC3 course on my YouTube channel. مثلا انا عايزة فيسبوك بوست، اديني افكار لفيسبوك بوست علشان اعمل بروموت للفي ICDL كورس اللي موجود على my YouTube channel. هنا هعمل generate. هنا في طبعا اوبشن تاني اد ايمج، ان انا اضيف ايمج او جنريت ايمج. انا هنا هستخدم ابسط حاجه ان انا هقول له جنريت تمبلت، فهنا هقول له جنريت بالمنظر ده، هيبتدي يديني افكار زي ما احنا شايفين لتمبلتس مختلفه، بختار واحد فيهم. فمثلا انا هختار فري اي سي 3 كورس، تشيك اوت ماي يوتيوب شانل. ممكن استخدم كمان 3IC3 course check out my YouTube channel، وهنا هتبص تلاقي ان ده بس مش تمبلت عادي، ده كمان فيديو. فانا ممكن استخدم الفيديو ده واعمل له كمان customization، في عندي وفي animation زي ما احنا شايفين. في مثلا ابسط واحد من دول هو التمبلت ده، ايضا 3IC3 course check out my YouTube channel او ده. هدوس على واحد منهم وابتدي ان انا اعمل كاستمايز ديزاين، ابتدي ان انا اكاستمايز الديزاين بتاعي زي ما انا عايزاه. عايزه اغير في الصوره اللي موجوده في الباك جراوند، عايزه اغير في الفونت، عايزه اضيف كلام مكتوب، كل ده ممكن ان انا اعمله. هنا في ايدياز اعطيها لي، مثلا ممكن استخدم ده، انا شايفه ان ده حلو قوي ممكن استخدمه، اشيل ده. هنا ممكن اكبر الصوره بتاعتي شويه، ممكن أقف على الصورة نفسها وأروح أعمل إديت للصورة أو أعمل لها ريبليس أو أبتدي إن أنا أحطها كباك جراوند، أعمل رايت كليك وأحطها نفسها سيت أز باك جراوند، أو أروح أنا أحط صورة جديدة مش عجباني الصورة دي، ممكن أروح للفيجوالز وأبتدي هنا أعمل أقول له إديني صورة جديدة مثلا، فأروح في الفوتوز وأستخدم الصورة دي مكان الصورة دي مثلا. فهروح هنا مثلا أحط الصورة دي كده واشيل الصوره دي، اقف عليها واعمل ديليت وابتدي احط صوره جديده وابتدي اعمل اديت على الصوره الجديده. ممكن اشيل الباك جراوند، ممكن اعمل بلير للباك جراوند، يعني الاشخاص اللي موجودين في خلفيه الصوره ما يبقوش ظاهرين او باينين بالمنظر ده زي ما احنا شايفين.
في كمان بالنسبة للأوباسيتي بتاعت الصورة، البوزيشن بتاع الصورة، في إفكت فلترز بيديني فلترز أقدر إن أنا ألعب في الألوان الخاصة بالصورة زي ما إحنا شايفين، تمبريتشر، الشاربنس، الكونتراست، الحاجات دي كلها. ممكن هنا أغير التكست مثلا أخليه، ممكن أروح مثلا أخليه بشكل معين أو بفونت تايب معين، ممكن الفونت ده مثلا اجمل او الفونت ده، بختار الفونت اللي انا عايزاه وببتدي ان انا احطه، ممكن اخلي بولد، ممكن اتحكم في حجم الفونت بتاعي زي ما احنا شايفين، والبوزيشن وكل الكلام ده. زي لو انت استخدمت برنامج مثلا فوتو اديتنج او برنامج كانفا هتعرف الموضوع ده سهل وبسيط جدا في الاستخدام على مايكروسوفت ديزاينر. في عندي كمان ماي ميديا، ممكن ان انا احط ميديا من الديفايس، من الفون، من درايف، من دروب بوكس، من جوجل فوتوز، احطها هنا واضيفها على التمبلت بتاعي. الجميل كمان ان انا ممكن ان انا اعمل حاجه اسمها براند كيت. لو رحت عملت ايديت براند كيت، انا بستخدم ثلاث الوان معينه، مثلا اللون الموف واللون الازرق واللون اللبني الفاتح، بستخدم ستايل معين في الفونت وبستخدم تايل معين في الفونت. في الحاله دي ممكن اروح اطبق البراند كيت بتاعي. هنا بروح اطبق البراند كيت بتاعي على الصوره، بدوس عليه فبيديني الفونت اللي انا بستخدمه، فونت تايب، الالوان اللي هي الازرق واللبني الفاتح واللبني وهكذا. ممكن تستخدم اي براند من دول، ولكن انت ممكن يكون لك الوان معينه ثابته انت بتحب تستخدمها، فبتعمل براند كيت خاص بيك زي ما احنا شايفين. بعد ما بتخلص الديزايننج الخاص بالتمبلت بتاعك، بتبتدي ان انت تعمل داونلود. وزي ما احنا شايفين هنا داونلود البوست الابعاد بتاعته متناسبه مع الفيسبوك، ممكن تنزله بي ان جي، ممكن تنزله جي بي جي وبي دي اف كمان. احنا هنا تمبلت فهنزله مثلا ريموف ووتر مارك، هنا جي بي جي هخليه جي بي جي زي ما احنا شايفين. وممكن اعمل كوبي للايمج وسند تو فون واعمل له داونلود. وهنا بيقول لي يوز اي اي فور كابشنز اند هاشتاج، كمان ممكن استخدم كابشن وهاشتاج، وده في ممكن اعمل تراي ات وابتدي ان انا استخدم كابشن او هاشتاج. هنا لازم اوصل الاكونت بتاعي بالسوشيال ميديا اكونتس، لينكد ان او انستغرام او الفيسبوك. هنا هعمل داونلود وهعمل ريموف ووتر مارك، وهنا هخليه مثلا جي بي جي وريموف ووتر مارك واعمل داونلود بالمنظر ده، فهيبتدي يتحمل معايا. وتاكد ان انت شايل الووتر مارك الخاص بمايكروسوفت ديزاينر او الخاص بهذا التطبيق، هيتشال معاك، مش هتدفع علشان تحصل عليه، لا هيتشال معاك. هنا خلاص هو حمل لي التمبلت بتاعتي، اخدها بقى وابتدي ارفعها على الفيسبوك زي ما احنا شايفين. هنا بيقول لك you have got 10 invites to share with friends for free access to designer. انت خدت 10 invites او got في 10 دعوك ان انت تبتدي تاكسس على المايكروسوفت ديزاينر. ممكن انت كمان تسند ان انفايت وغيرك يسند ان انفايت، وبالتالي شخص تاني يقدر ان هو ياكسس عليه. ده بمنتهى البساطه استخدامه. في عندي كمان generate image، ممكن هنا تجرب ان انت مثلا generate اي image. A person is sitting on his office working on his laptop. نشوف كده في generation الخاص بالimage ممكن يديني ايه، ده اللي هنعرفه دلوقتي. هنا عطاني كذا صورة، يعني كمان بيشتغل شغل ميدجورني بديل لميدجورني. هبتدي أسلكت الصورة بتاعتي، وممكن أعمل أستخدم الصورة دي عشان أستخدمها في البوست اللي أنا عايزة أعمله. يعني أنت ممكن كمان تأد الإيمج أو تجنريت إيمج عشان تستخدمها في البوست. فأنت مش بس بيديك أفكار تمبلت، ده أنت ممكن كمان تتحكم في الصورة وتعملها باستخدام الـ AI الموجود جوه مايكروسوفت ديزاينر. أتمنى تكونوا استفدتوا من فيديو النهاردة، وزي ما قلت لك تقدر ان انت تعمل invite وغيرك يعمل invite لشخص عشان يقدر يأكسس عليه وهكذا. أدعوك برضو ان انت تخش تشوف هل تقدر تأكسس عليه ولا لا، ويا ريت تكتب لي في الكومنتس تحت
هل فعلا بتقدر تأكسس عليه وبتستخدمه ولا لا. مايكروسوفت جاي بقوة علشان يعني يعمل شغل هايل بالاي اي، وان شاء الله اتمنى ان احنا نجرب مع بعض مايكروسوفت كوبايلوت قريبا جدا على قناة انفو تيك فور يو. اشوفكم في فيديو قادم، وزي ما بقولك في نهاية كل فيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولو كنت من متابعينا الاعزاء ما تنساش لايك وشير وكومنت. اشوفكم في فيديو قادم باذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.